الدرس الأول: الموسيقى في المجتمع. التواصل. عند نهاية الدرس يتوقع من الطالب أن يكون قادرا على فهم وظيفة التواصل التي تلعبها الموسيقى في مجتمع معين، تحديد وتحليل وظيفة التواصل لمقتطفات موسيقية مختارة. تحدث عالم الأنثروبولوجيا، والأنثروبولوجيا هي علم الأجسام، قلت تحدث عالم الأنثروبولوجيا ألان مريان في كتابه أنثروبولوجيا الموسيقى عن دراسة الموسيقى لوظائفها الثقافية، والتواصل هو أحد تلك الوظائف التي حددها. عندما تستخدم الموسيقى لإرسال رسالة ما، فهي تؤدي وظيفة الاتصال. لا شك أن هذا الأمر أكثر وضوحاً في حالة الأغاني، فكلمات الأغنية ستخبرنا عن موضوعها. هل يمكنك التفكير في كلمات أغنية ترسل رسالة واضحة يتردد صداها معك؟ اذكر عنوان الأغنية، كاتب الكلمات والمغني. حاول أن تلخص في فقرة واحدة الرسالة التي تحملها الأغنية، وتحدث واذكر كيف تشعر حيالها أو كيف تتلقاها. من خلال مشاهداتك للإعلانات التلفزيونية، هل تتذكر أي لازمة أو موسيقى قصيرة ترسل رسالة إعلانية؟ ما هي؟ ما هي بعض صفاتها الموسيقية؟ تذكر عناصرها الموسيقية؟ تذكر لحنها؟ هل تذكر إيقاعها؟ هل تذكر العبارات الموجودة فيها؟ ما هي رسالتها؟ ما الذي تحاول بيعه هذه الإعلانات؟ هل تظن أنها فعالة؟ هل موسيقاها شذابة؟ هل تتذكرها ولا تنساها؟ إضافة إلى الأغاني وكلماتها، يمكن أيضا للموسيقى المعتمدة على الآلات فقط نقل الرسائل. على سبيل المثال، العزف على طبول الدندن في غرب أفريقيا، حيث يستخدم العازفون الطبول للتواصل أو للتحدث مع بعضهم البعض. أصوات الآلات تقارب الحديث، بحيث يقوم العازفون بحديث كامل دون التفوه بأي كلمة. تشاهد في الصورة كيف يبدو عزف فرقة موسيقية من طبول دندن الناطقة. فلنشاهد الآن هذا المقطع. في مخيم عسكري في أمريكا، هناك تقليد بأن يعزف موسيقي على البوقي أو الترومبيت
مقطوعة تدعى نداء الإيقاف لإيقاظ الجنود في الصباح. يقوم هذا اللحن المحدد دون استخدام أي كلمات لإيصال رسالة حان وقت الاستيقاظ. كما يمكن سماع مقطوعة مشابهة تعزف على الترومبات للدلالة على نهاية اليوم وتدعى تابس، وترمز إلى إطفاء الأضواء، وتعزف مقطوعة نداء نهاية اليوم أيضا عند انتهاء مراسم الجنازة العسكرية. في الصورة يتبين عزف البوق عند ضريح الجندي المجهول لفرقة جيش الولايات المتحدة. ابحث عن مقطوعة آلية تستخدم للقيام بما يشبه عملية تواصل مثل ما ورد سابقا في الدرس. بعد الانتهاء من البحث أجب عن الأسئلة التالية: ما هي خصائص الموسيقى؟ الآلات، اللحن، الإيقاع، العبارة، تابع الصوت، من هو الجمهور في هذه المقطوعة الموسيقية؟ ما هي الرسالة التي تحاول تلك المقطوعة الموسيقية إيصالها إلى الجمهور؟ هل تظن أنها فعالة؟ هل النغمة جذابة ويسهل تذكرها